السلام عليكم خوتي الأعزاء، أهلا وسهلا، كديري لبس عليكم. عندنا جولة واحدة أخرى عاوتاني معنا في مدينة بيزي إن شاء الله، وغادي نكملوها في فالغاس بلاج كنقولو حنايا، واحد البحر في فالغاس حدا بيزي إن شاء الله. نديكم معايا نشوفوها إن شاء الله. هنايا كما كتعرفوا في مدينة بيزي كنقولو في الالعاب اللي راه مازال كاينه في المدينه، قلت نصور لكم واحد الفيديو نتوما كي كتشوفوا واحد اللعبه كبيره، راني محيده لها الصوت ما بغيتش نخلي الصوت كبيره. هذه يعني يا اختي يطلعوا فيها غير الاشخاص البالغين مثلا من 16 عام الفوق، يعني الصغارين الاطفال الصغار هذه يعني ماشي في العمر ديالهم، كيطلعوا فيها غير الناس الراشدين يعني واللي كيقدر عارف يعني كيقدروا، لنا هذه ماشي خاصه بالصغار، خاصه بالناس الكبار. ولفتت النظر ديالي قلت علاش ما نشاركهاش معكم، هذه راه في مدينه بيزي في فرنسا، ومرحبا بكم وتنشكركم على الدعم ديالكم الكبير معنا وعلى محبتكم لنا لله سبحانه وتعالى. كنشكر جميع اللي راهم داعميننا واللي كيشجعونا واللي كيكتبوا لنا تعاليق تتحفزنا نزيدوا لقدام، وشكرا جزيلا الكثير لاي واحد يعني بتعليق ولا بصمه ولا مشاهده ولا باي حاجه قالها، سواء يعني كترضي ولا ما كترضيش، الله يجازي كل واحد بخير والله يهدينا على بعضياتنا والله يبارك لكل واحد في اي حاجه كيعطيها يجعلوا فيها ان شاء الله الاجر الحسنه. وكنشكركم بزاف جميعا خوتي خواتاتي كاملين بدون استثناء، كما كنقولوا شكرا للجميع، وما نساوش نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما دائما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوتي العزاز كما كتشوفوا يعني ركزت لكم باش تشوفوا يعني راني قربت وركزت، كما كتشوفوا هنا ما شاء الله الشباب ما شاء الله الشباب راه هنا، يعني كان الصوت كان الغوت كان الموسيقى ديال هاد اللعبة هذه، ولكن تعمدت باش نحيد الأصوات كما كلشي راهو عارف، ويعني درت غير الصوت ديالي لا قبلتو على الصوت ديالي. دابا راه هنايا واحد الموسيقى كاينه وكاين ديك هولي وتدور تطلع حتى الفوق، واحد الموسيقى ديال هولي بحال كنكونو هابطين من الطياره في الغيانيغ كيديروها لنا، اللي راكب في الغيانيغ راه عارفها. ويعني صراحه انا بعدا ما نقدرش نطلع فيها، قولوا لي خوتي العزاز اللي عنده قلب شجاع يعني فهاد اللاج ديالي ما قدرش، على لي جون راه ما تيتفرجش اصلا في الفيديوهات ديالي، يعني على الناس اللي في العمر ديالي يعني قولوا لي واش تقدروا تطلعوا في هاد اللعبه هادي، خليوا لي التعليق وحنا غير ناقشوا الموضوع بعضياتنا وصافي، يعني ماشي يعني انسان حنا ما كندير الفيديو الا باش ناقشوا ناخذوا الاراء ديال بعضياتنا، وكل واحد يورينا الحاجه اللي عنده في مدينته ما تكونش عندي انا في مدينتي، ويعني نستافدوا في بعضيا مع بعضياتنا. وكنشكركم خوتي العزاز على النجاح ديال القناه ديالي، راه بفضلكم الله يلا بالفضل ديالكم جميعا كبير وصغير، ومن هذه القناه كنبلغ السلام ديالي الكبير الاخ ايوب علم الطبيعه والباديه والاخت هبه ابو يوسف والعائله كامله واخي عسو العائله كامله وجميع الاخوان والاخوات وكاع الناس اللي اي واحد دار بسمه بسيطه يعني ماشي يعني بسمه بلا ما دايرش عليها سميتو، كنشكركم من هذا المنبر كاملين خوتي العزاز، كنشكركم بزاف، تشكر الجميع في داخل الوطن في خارج الوطن في العائله ديالي الكبيره وفي الصغيره وفي العائله ديال الجميع كنشكركم بزاف. وصراحه يعني هذا هو المضنون ديالنا فيكم، وبلا بكم راه بلا يعني بلا تدعيم بلا هذا راه ما كاين انسان ما يقدرش يكون هنا، وما صافي كملت هذا سميتو ما نازلين كما كتشوفوا الشباب والشابات صافي نازلين هابطين حيدوا لا سانتور هابطين.
من بعد قبطنا الطريق مشينا ل فالغاس بلاج في البحر، حتى هو فيه هادي المحتفلين تاهما في البليصه، حتى هي كما كتشوفوا فيلاج سياحي صغير وسياحي، ولكن الجمال ديالو يعني جمال لا يوصف. يعني راه هاد صورتكم هي واحد البليصه فيه ما صورتوش كامل، كما راه كناخذ لكم شي لقطه فشي بليصه على حساب بلاصه منين دزت انا، يعني ما كنتعمدش نمشي نصور، ولكن ملي كندوز فشي بليصه كنقول نشاركها معكم. مازال نوريكم بلاصه ديال المارشي ديال الحوت، يعني هنا اليوم راه رواج مع العطله ديال راس السنه، الناس مخرجين وليداتهم كما كل واحد عارف، والجو زوين وسخون الحال دافي، يعني بصراحه هاد الوقيته كيكون الثلج، ولكن هادي مود هنا واحد وسميتو تتاكات دندن واحد القيطار كان الصوص ديالها زوين جميل جدا، ولكن ما قدرش نخلي الصوت ما قديتش، يعني كل واحد راه عارف الظروف ديال التسجيل. وهنايا كاينه مدينه العاب وحده اخرى حتى هنايا، هنايا كنصور نشوف معكم البحر كما كتشوفوا، هاد نتو كيتكراو اللي بغى يكريهم كيدير بهم دويره وكيعاود يردهم، والحال سخون هاد الوقيته نورمالمون كيكون الحال بارد كما قلت لكم دابا النيت، ولكن هاد النهار سبحان الله واحد الحراره ما شاء الله سبحان الله العظيم. واصلا حنا في هاد الناحيه فين ساكنين حنا هذا بيزي، يعني ما بعيدينش على اسبانيا، راه بينا وبين لا ديوان ديال اسبانيا غير واحد ساعتين ديال المكانه تقريبا، والجو ديالنا وجو ديال المغرب تقريبا تيتشابه، كان الجو ديالنا وديال المغرب تيتشابه بزاف. حنا هنا ما تيكونش عندنا الثلج بزاف، قليل شي عام ولا عامين يعني فواحد المده تيكون الثلج، هنا ما تيكونش عندنا الثلج بزاف. وديك المدينه اللي صورت لكم فيها الثلج قبل من هذا الفيديو هذا اللي قلت لكم في مدينه بيزي، هذاك يعني ماشي الثلج، هذاك لا بغيت نفسر لكم شنو هذاك، مثلا غير دايرين هذيك بلاصه الصناعيه لوميغ دايره هذيك بلاصه الصناعيه، وهذاك الثلج غير اصطناعي يعني ماشي ثلج، دايرين بحال واحد بحال صباغه ولا شتي تقول ثلج، وما دايرين هكاك يعني. هنا راكم عارفين اوروبا كيتمناو يكون الثلج في النهار ديال نويل، كيكون عندهم يعني بورت بونور زعما واحد الحاجه يكون عندهم فيها الزهر، ونخرج وليداتهم وحتى انا خرجت مع وليداتي، وليداتي اللي خرجوني ماشي انا اللي خرجت مع وليداتي، هما اللي خرجوني معاهم كل واحد اللي خلى وليداته. صافي خوتي عزاز، حنا وصلنا على نهايه الفيديو، شكرا والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.